اشتغل ترشيح خميس جمعة سبت حد، وبحضر الواد البلطجي ابو طفيرة اللي مراته جات لي وحكت لي كل الوسخات بتاعته، لو قربت من بوابه النادي علقت عليه. عارف نفسك يا تاني بحذرك، لو قربت من بوابه النادي يا ابو طفيرة، انا بس عشان مؤتمر محترم مش عايز اشتغل، انت عارف نفسك. زوجتك جات حكت كل حاجه، كل الوسخات، وزي تعملت بطل في بلد زي الاخنوخ ومتساهل وهتتجاهل، عشان بلد دي بلد محترم. اي حد عايز يقدم يا جماعه اتفضل يقدم، تقديم مصلحه لكل الناس، لكن احنا في النهايه هنختار الثلاثه اللي هنختار.